وهذا هو الكونتاكت. يونس شخبارك حبيبي؟ كل شيء بخير؟ السلام عليكم. بخير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. صحيح لاباس؟ بخير؟ ما إلا بخير. كل شيء بخير. أشكي عاود؟ كل شيء بخير. ماك مع رشيد؟ ويا رشيد رانا أنا ويا واحد المشكل كان هو فهمشي واحد درينا ومعاه الفلان هو ولا أنت؟ وسميته هو ولا أنت؟ لا هو أيه؟ أنا باغي فهمشي باغي نتصالح معاه واخا وهم ديك الدريه غراتني أنا وغرنا الشيطان اسمع واحد علاقة وكنشي وشافونا شي وحدين ووصلوا عليه معلوم صحاب الحسادات في كازا كان معنا في كازا وصافي دابا مشى مابقاش كيجي كازا بزاف دابا مشى لدارهم حدا فين كاين القنيطرة هو كان صاحبك عشيرك كان صاحبك بزاف صاحبي بزاف وفهمتي كاع عليا ومشى هو سي نورمال اخويا شويش هو السيد هو السيد عنده علاقة معها وانت يا وانت ايه وانت مالك وانت ما محلك من الاعراب غراتك شدا اش قالت لك اش قالت لك هي المهم راه بيناتنا داكشي اللي طراو فيها دابا بيناتنا ودابا هادي عامين باش وقع هادشي ياك عامينش واخا دابا تعيط ليه نقول لك من نايوس قلت من دابا نعلمك راه باش يقبل يهضر معاك صعيبه بزاف يعني من هنا هادي عامين ما هضرتيش معاه ما تلاقيتي معاه والو حاولتي تعيط ليه نتايا حاولتي تعيط ليه ما مره ما جاوب ما كيجاوبكش لا ما كيجاوبنيش ما فهمتي عايش من بلوكي النمره كاع ما كتطلع ليه كاع واخا خويا طلع لي مشغوله شاد النمره واخا يوس والبز باقي معاه نتا باقي معاه باقي معاه حباس ستوب كوا البنت باقي معاه انت شنايا البنت لا 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 حاني قلتي واش زعما كنت باقي معنا في لابي لا لا بلاتي البنت البنت باقي لا البنت شحال صاحي حتى هي من ديك الوقيته ما بقاش دوز معاها واخا راهي الراشد هذه راه صعيبه هذه راه جربناها السمانه اللي فاتت في الكونتاكت نيت راه ما صدقاتش صعيبه هذه كتقطع العلاقه بصفه نهائيه ابدا راهي الراشد نجربوا الو رشيد السلام عليكم شخبارك بخير صحه لاباس وعليكم السلام كي داير اخو بخير الحمد لله معك مومو عرفتيني وي عرفت كي داير مومو لاباس عليك كلشي بخير العائله صحه لاباس الله يلا بخير الحمد لله جي شوف اخويا هنا عيطت لك اخويا ما عيطتك في الكونتاكت ياك كاين واحد السيد ولا عيطنا له عطانا نمره التليفون ديالك بهضر ما قدم للجميع قدم للمنايا المستمعين والمستمعات ياك دابا نقول لك شكون واش نقول لك شكون واش نقول لك شكون عنده زوج ولا عنده زوج بلا ما نقول لك شكون انت مستعد لا قول لي نقول لك شكون يونس شكون يونس كي غنعتو لك اخويا هذاك صاحبك اللي صاحب مع صاحبتك وي عرفت هذاك ماشي راجل هذاك واش فهمتي اخويا ماما واخا لا شو هو معي تبغي تهضر معاه مرحبا وبغيت تهضر معاه ما كاين حتى مشكل على بال لا ما بغيتش ندوي معاه صراحه صافي اخويا انت هاد القصه هادي صافي داويتي منها انت ارتحيتي من جهتها ولا باقي بغاو لا دار بخير الحمد لله شوف شي فوت لان خصو يكون راجل كلشي كيفوت كتبقى لا فوت هذاك الشيء اللي كاين اخويا الله يسهل عليك اخويا رشيد الله يعاونك حبيبي الله يسهل الامور اخويا تهلا في راسك الله يحفظك لي اخويا سلام اخويا الله يرضى شكرا لك شكرا يوز اخويا انسى 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 صافي انسى انسى انا ما كرهتش نقول لك نحاولوا نعاودوا نعيطوا وعيط لي وتلقى معاه ولكن اخويا شوف هاد لافوت هادي فاش كدار راسي ما يمكنش صعيبه بزاف صعيب دابا انا عارفك دابا انت عندك تأنيب بالضمير انت دابا انا عارف دابا انت شنو فيك تأنيب بالضمير ياك دابا انت الضمير ديالك كيأنبك ما كانش علي ندير هادي ما كانش عليا هادي علاش كيفاش شوف اخويا انسى ما غاديش راك سمعتي شنو قال صافي هادشي اللي كاين سمعتي شنو قال بغى كلب صافي انسى داوي راسك براسك مي ولكن دابا حيت كيوقع يونس في الحاله ديالك دابا نتايا اللي كيوقع هو انه كتعول دابا انت معول على رشيد يسمح لك باش نتايا ترتاح من جهته هو ولكن ما غايسمحش لك ايوا صافي دابا انت صافي اللي وقع ما حدث حدث دابا انت خسرتي جوج الناس صافي صافي خسرتي جوج الناس اخويا صافي وهادي تعليمه وتعلم اخويا شكرا اخويا مامو الله يحفظك يوسف اخويا مرحبا دير معنا الكونتاكت ونعيطو معكم اللي بغيتو ممكن جدا 0530 330 330 0530 330 330